كروس اوفر جديد من العلامة الامريكية فورد تورتي 2023. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا غاليين، تغطيتنا اليوم من صالة فورد وكيلها بالمملكة الناغي، نستعرض مع بعض أحدث سيارة كروس أوفر بالأسطول فورد تيرتوري 2023 من أجمل سيارات الكروس أوفر الجديدة. طبعا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بمواصفات ومميزات جدا جميلة. في البداية طبعا تفاصيل السيارة ما شاء الله تفاصيلها عالية، غير كذا سعر السيارة ب 124,000 ريال. هنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين ارقام المحرك 190 حصان العزم 320 نيوتن مرتبط بناقل حركه اوتوماتيك 7 سرعات، فامكانياتها ما شاء الله امكانياتها جدا ممتازه. نجي اول حاجه مثل ما انتم ملاحظين الواجهه الاماميه، حساسات اماميه بشكل كامل. الواجهه الاماميه هذه الاضاءات الشبك الامامي عليه تطعيمات كروم بشكل بسيط، بالاضافه لان الشبك الامامي جاي باللون الاسود. هذه الاضاءات بالنسبة للليد النهاري، بالنسبة للعالي الواطي بالجزء السفلي. طبعا فتحات التهوية موجودة في هذا الجزء بالإضافة للجزء السفلي موجود هنا. هذه الإضاءات مثل ما ذكرنا LED. خطوط على غطاء المحرك، عدة خطوط طبعا مثل ما انتم ملاحظين على غطاء المحرك تساعد في انسيابة السيارة. لاحظتم ان السيارة امكانياتها جدا عالية، امكانياتها جميلة. طبعا هنا الجنط مقاسه، طبعا هنا الجنط مقاس الجنط 19 انش على 50 على 235، مقاس ممتاز. بالاضافه للجنط جاي باللون الرمادي واللون الفضي. هنا الجزء السفلي للسياره، المرايات مدمجه بالابواب، اشارات انعطاف موجوده هنا، دخول ذكي، سقف بانوراما، طبعا اطار من الكروم حول النوافذ بشكل كامل، وهنا الجزء الجانبي بشكل كامل للسياره. رايكم في السيارة؟ حساسات خلفية، ديفيوزر بالخلف، إيكوبوست، طبعا نظام المحرك للسيارات فورد بشكل عام، جناح خلفي هنا، كاميرا خلفية، وهذه بشكل كامل. رايكم بالسيارة؟ طبعا مثل ما ذكرنا سعر السيارة ب 124,000 ريال، تنزل منها عدة فئات. هذه فئة التيتانيوم موديل 2023، وهنا إمكانياتها بشكل كامل وصور الشاشة. طبعا 8 سماعات، وراح نتكلم عن تفاصيل مواصفاتها الداخلية بعد ما ندخل للجزء الداخلي. طبعا هنا خروج النقطة العمياء موجودة أكيد عليها. أنظمة استشعار موجودة بشكل كامل هنا في الواجهة الأمامية وسقف بانوراما. عوارض بالسقف طبعا جاي باللون الفضي، وهذه الداخلية تكاية بالوسط، فتحات تكييف بالخلف، نقاط الداخلية كروم، هنا تطعيمات كروم بشكل بسيط، هنا جلد بشكل كامل، وفورمايكا موجود أكيد عليها. من الناحية الإمكانيات إمكانياتها جدا عالية. طبعا غير أمن والسلامة داخل السيارة، طبعا ما شاء الله إرباقات أمامية جانبية ما شاء الله بشكل كامل، وخلفية كلها إرباقات. لا ننسى مثبت لمرتبط الإطفاء والأيزوفكس موجود هنا، وفتحات تكييف بالخلف، منفذ USB، تطريز باللون الأزرق. طبعا الداخلية أوف وايت مثل ما أنتم ملاحظين، وهذه بشكل كامل إضاءات داخلية هنا، مساكات هذه، دفع امامي 2023 15 كيلو فاصلة 9 ممتاز، 91 1800 سي سي، كانت جدا ممتازة. وهنا الجزء الداخلي،
المراتب التحكم فيه كهربائي اكيد. هنا التحكم بالمرايات الجانبيه، صفت المرايات الجانبيه، النوافذ كلها كهربائيه، مقابض الداخليه كروم. طبعا هنا حامله اكواب، التحكم هنا جير ما شاء الله. طبعا هنا شايفين باللون الفضي اللي هو مايل للون الذهبي، اغلب الاجزاء في السياره فضي بمايل للون الذهبي بشكل ملحوظ. طبعا حتى هنا يعني مو فضي كروم، يعني مو باللون الفضي الفضي، لا مايل للون الذهبي في لمعان كذا ما شاء الله. هوتو هولد والحساسات. طبعا هنا التحكم بالشاشه، تشغيل السياره بصمه، هنا اناره الفليشر ما شاء الله، شايفين كيف هذه الترحيبية، شاشة ترحيبية. هنا شاحن لاسلكي، شمسات فيها إنارة وفيها مرايات. طبعا هنا إنارة وهنا بيت للنظارة. طبعا مثل ما انتم ملاحظين، اول حاجه التكه اللي بالوسط وحامله اكواب. بعض الناس يمكن يكنسلون سياره بالكامل، ليش؟ لانه ما فيها تكايه. اي والله مروا علي هذولي، يمكن يكنسل بيع شراء سياره بالكامل، ليش؟ ما فيها تكايه بالوسط. واذا جيت يمكن ما يركب عنده احد بالخلف اساسا، نتكلم عن التكايه اللي بالخلف، يمكن ما يركبون معه ناس، بس لازم تكايه بالوسط. كروم، فتحة التكييف هنا، طبعا هنا التحكم فيها. وهنا لا ننسى مساحة تخزين، هنا فيها منافذ يو اس بي اكيد. ما في اكثر من شركة فورد ما شاء الله اللي عندها ميزة اليو اس بي، ما شاء الله ينشروا لك اليو اس بي في كل مكان في السيارة، بكل زاوية في السيارة يحطوا لك يو اس بي، ما يقصرون، عاد كرماء من هذه الناحية. وبس والله، أتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. نشوف الشنطة الخلفية، طبعا فتحة كهربائية أكيد. هنا فتح الكفال كله كهربائي أكيد. هذه السبنة، أدوات الرفع فيها، والحين نقفلها. والله بس في أمان الله.